ايوه كمان كده كمان اه كده كمان كده يا نهار اسود بھارت ماتا کی جے جے بھارت ماتا کی جے बेटी सब भूल जाओ याद करो भगवान को रो मत बेटी मौत ही जीवन की शुरुआत है रो मत मैं चलती हूँ तो कायत ले दीदी को सदा प्यार है शांति को कायत ले अब तो कुछ चार गेट वाले बंदे में मुझसे सीर आ रही थी मानते तो भी और حبيبي انا كنت شايف كلك رجوله يا عم يا عم ده مات مرتين قبل كده ولا اتكلم ومات في التلفزيون وما راح اشوف القناه الثانيه فيها ايه مش عارف حظنا زفت ليه النهارده يا اخي؟ اتقل هو الصيت كده محتاج صبر ردوا عليا يا 55 ده صوت حامد؟ اهو قوم نروح بقى اجري يا سيد اجري يا عم اتأخر يا اخي ايوه حامد 55 معاك ابدأ الإشارة انت نايم على ودانك يا ابني ده هو في حالة في 30 شارع السودان في الدور الثالث شاهد اللي قدام جعفر حسين جاء رقم 32 مفهوم؟ علم مجال التنفيذ السيارة تتجه إلى الهدف قطع تاني هي دي انتوا جيتوا انت شايفة ايه؟ ايه دي بس ايه فين الحالة؟ فين بقى المحروس خالد؟ خالد تعالى تعالى يا حبيبي ده خالد سبعة منورة دي كانت منورة ده ابنك منه هو كلها بسمتكوا ده شبهي يا نهار اسود الراجل وقع تاني يا ست البيت بير السلم وخلاصي بقى شيل معاها سايد والنبي خدوني معاك والنبي ما يسيبوني والنبي والنبي ابص ايديكم كتير ولا ايه يا مرعي؟ مش عارف انا نازل هو بقالي فيه ارفع من عندك شويه فوق ارفع فوق اوعى تقلق منكم ما تخافش انا ابو خالد ابو خالد هو اللي طلع اسود عامل له ايه؟ بكحه بكحه يعني يا عم يا عم احمد ربنا ان انت كنت مسافر ونفدت
انت هتعمل ايه؟ ايه حكايه لما الدكتوره وفاء بلغها بالحاله؟ خليك في طريق انت، هبلغها انا. الله، وما بلغهاش انا ليه وانا اخرس ولا ايه؟ ما تخلينيش اتغاب عليك. مرعي لم نفسك وقول يا صبح يا صبح. طب انزلي لو راجل. انزلك لو راجل؟ من حقنا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي يا جدعان؟ يا سيد، ترفع عليك اكمال العربية يا ابني. وارفع عليك العربية كلها. ياه. يا حبيبي انت شديد قوي كده يعني. انت عيان؟ لا يا حبيبي انا بتعالج. تتعالج؟ استهدوا بالله بس. بس ايه؟ الشيطان شاطر. شاطر؟ انا اللي بذاكر له. الله، ده مدرس الشياطين. وسع وسع. اهدى بس. ايه الموضوع؟ حضرته مش عايز يخليني اكلم الدكتورة وفاء عشان ابلغها بالحالة. يا اخي خليه يكلم الدكتورة وفاء عشان يبلغها بالزفت. يا سيدي انا المصحف والمفروض اني ابلغ عن الزفت. هو المصحف والمفروض يبلغ عن الزفت. يا حبيبي وانا السواق اللي باخد المصحف والزفت اوديهم المستشفى. ما هو السواق صحيح اللي بيبلغ عن الزفت والبتاع ويوديهم المستشفى. بقول لك ايه، اوعى بقى، تعالى وسع يا عم دي. وسع بقى. ايه يا عم سايب بقى؟ قول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف اعمل ايه. قول لي هتعمل ايه. اهو يا مرعي. مني يا مرعي. انت اللي ما تزعلش مني يا سيد، انا اللي غبي فعلا. عشان كده بقى كلم الدكتوره وفاء. لا لا لا، محتاج تسمع صوتها. لا كلمها انت، كلمها انت. لا لا، انت اللي محتاج تسمع صوتها. كتير قوي الشاش ده يا عم، ولا كتير ولا حاجه. لازم نبقى قدامها متدغدغين عشان ما نتلفتش. مش للدرجه دي. لا للدرجه دي، يعني احتمال كمان ناخد اجازه على الموضوع ده. اجازه؟ اه لا، نديها شاش بقى لو اجازه. يا جدعان انا رايح جنب العربيه دي على طول يا عم الحاج، كده على طول. ما هو يوم اسود وولد اسود ونيل بستين نيلة. يلا سيد. يلا ملك. انا مش ممكن اسيبكم خالص. مفيش مدير هنا. ايه حبيبتي هتعمل ايه؟ هخبط على الدكتورة وفاء اسلمها الحالة زي ما اتفقنا. انت بتحلم؟ ايه بتحلم؟ لازم تفهم ان انت سواق اجير وانا المفروض اسلمها الحالة. يا مسعف يا حقير. لازم ايدك سيد. انا اللي هخش. هتنفذ عليك وكسر لك وشك. بس يا ما اتفكرت. بقول لك مش هتفتح الباب، لا مش هتفتح الباب. انت بتصدني؟ بصدك بصدك ازاي؟ عاجبك كده؟ انا مش موجودة. لا موجودة. حلو قوي قوي. مرعي. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هتيجي نكبر الصورة دي ونعلقها عندنا في الأوضة. لا نكبر الكارنيه. كارنيه ايه؟ لا الصورة. كارنيه؟ لا الصورة. كارنيه؟ الصورة. كارنيه. صباح الخير. بقول صباح الخير. صباح السكر. صباح العسل. وايه اللي انتوا عاملينه في وشكوا ده؟ سيد، سيد خطفك ورجلي من قلب العربية. بقول له يا سيد ما تعملش كده. لفوا وقفلوا العربية وما تقدرش اتكلم معاه. طب تفاجئ لغاية ده قد كده. يا حرام، ليه كده يا سيد؟ كذاب. انا كنت ماسك الكوريك في ايدي، هو بقى كان مصمم يخبط دماغه في الكوريك. معقولة كده يا مرعي؟ والحاجات دي بقى من الكوريك؟ ايه وجعك؟ لا مفيش حاجة. انا عارفه الحركات بتاعتكم دي عشان تاخدوا اجازات. ها بس مفيش اجازات. وانتوا جايين قلتي تعملوا ايه؟ مفيش، اصل احنا معانا حاله جايين نسلمها. ايه حاله؟ هو فين تهزروا؟ هي إيه فين الحاله دي؟ بقى طب يلا حد يجي معايا وريالي بسرعه. ايه ده؟ هي فين الحاله دي؟ انا خلاص واحده هرب. الحاله هرب. اجري اجري. انت واقف
مفيش فايدة فيكم. ها شفتوا؟ لا اهو. فز قوم يا بقى، في منك لو مش عايز اشوف خلاعكم النهارده خالص قدامي في المستشفى، مفهوم؟ تروحوا تغسلوا العربيه، عايز بتبرو زي الصيني بعد غسيله، غوروا من وجهي. حاضر يا فندم. وانتم الوزير بتاعنا جاي النهارده، وده راجل مش بتاع مظاهر، بيجي من غير حراسه وبيجي فجاه زي الاضرار. وانتوا اساتذه عايز المستشفى تبقى نظيفه، العنابر تبقى زي الكل، سناير بلاد المرضى عايزهم بيبرقوا. يلا مفيش وقت، الوزير جاي، الوزير جاي.